بسم الله والحمد لله والله أكبر. نواصل مقاربتنا المباركة لبعض آيات من سورة النساء. أم لهم نصيب من الملك؟ عندكم شوية من ملك ملك ربي، عندكم شوية نصيب. Une petite partie, même une petite partie. Vous n'avez rien. Vous êtes dépossédé de votre être, le vrai être. À la place du vrai être, vous avez un être satanique, maudit, banni de la part d'Allah. Oulaïka alladhina la'anahum Allah. Wa man yal'an linnas falan tajid lahu naseeran. Am lahum naseebun min al-mulk. عندك حاجة ما قلت تملك حسابات بنكية وبريدية ومعروفة وغير معروفة كيما ترامب عنده الملك هذا يتراءى له كما تراءى لكلابك اللي سبقوه بني صهيون من يعني اللي كان يد في يد مع فرعون مصر تقريبا رمسيس الثالث قارون كوريس ولا كوري عنده زادة يعني ما عندكش انت يا ترامب الترومبير ترومبي يا ملعون انت ما عندك شيء قدام كوري بيان كو تو فو اتر كومبليتمون دوري انا كلك متذهب يعني هكا صورتك لماعة مغرية ساحرة يتهيأ لك يا مصاب بجنون العظمة لا غير والمصاب بجنون العظمة لا يفقه شيئا لا في خصوص ذاتي ولا في خصوص محيطي المالي ولا الدبلوماسي ولا الحرب ولا اللي تحب انت ليس لك نصيب الا نصيب اهل جهنم وبئس المصير نسأل الله السلامة.